دكتور طارق كأستاذ كبير في جامعة كبيرة في ولاية كاليفورنيا زي جامعة سان دييغو، رئيس وحدة لدراسات أمراض الكبد في دولة هي الأكبر على مستوى العالم من حيث الاقتصاد، وأظنها صاحبة أكبر إسهام في البحث العلمي أيضا، وجاي مصر وبتمد إيد المساعدة أو بالأدق إيد التعاون ما بين حضرتك وما بين الجهات الأخرى والزملاء الآخرين اللي موجودين في مصر، ترى أنه ذلك مثمر ولا هو حرث في البحر؟ خليني أرجع ويعني أقول قصة أي دكتور مصري أو أي عالم مصري أو أي واحد مصري في أمريكا بيسيب مصر متعلم من مصر. فأنا اتعلمنا في جامعة مصر، أنا خريج جامعة اسكندرية كلية الطب جامعة اسكندرية. هذا التعليم كان جيد للدرجة أن طول ما دخلنا أمريكا مع وجود سيستم مظبوط حصل أن احنا وإكسلت، أن احنا تفوقنا جدا على ناس كتير قوي في السيستم ده بالتعليم اللي خدناه من مصر، وابتدينا نتحسن في معلوماتنا وفي تدريبنا وفي المفاهيم الجديدة، أهم شيء مفاهيم الأبحاث اللي احنا كناش اتعلمناها. وأثبت على مدار السنين، مش يعني عندنا مئات وكان ألوفات من المصريين ناجحين في الأبحاث ولهم أبحاث مشهورة في جميع المجالات. فترة الكارير وهو أن أنت بتثبت نفسك في دولة غريبة وأن أنت تبقى من الخبراء بتوع العلم بتاعك في هذه الدولة، بتدي لك نوع من الساتسفاكشن أو الانبساط في الكارير وأن أنت نجحت. بتوصل لمرحلة أن أنت تبتدي تقول أنا إيه اللي جابني هنا؟ طب وإزاي أفيد؟ فأنا بفيد في مكاني لأني بعلم الطلبة بجميع من يعني الطلبة في كلية الطب أمريكا، وممرن النواب والفيلوز وبنمرن الدكاترة الصغيرين. وبيجيلنا، أنا السنة دي كان عندي طلبة من كلية الطب من دبي، أول سنة يتخرجوا من كلية الطب في دبي كان عندي 3 جم اتمرنوا عندي في الصيف بمنح من الجامعة بتاعتهم. حلو. فبنتمنى إن أي حد يجي من المنطقة العربية بتاعتنا إن إحنا نعلمهم ونمرنهم. بنيجي في زيارات وكل ما عمرنا بيتقدم، امريكا لها ان انت لما سنك بيتقدم زياده في بقى ناس جديده عندها نشاط اقوى بتاخد مكانك، لكن في خبرات متميزه شفناها على مدار السنين نقدر نفيد بيها مصر. صح. السؤال اللي دايما نتكلم فيه، ما اقدرش انا اجي اقول لك انا عايز اعمل لك A B and C، لا، انا بنيجي وقلنا تبع الاتحاد عايزين نطلب من مصر انتوا عايزين ايه؟ والله عايزين خبير في النووي، عندنا خبراء نووي، عايزين خبير في الفضاء، عندنا خبراء، عايزين خبير في المجال الفلاني في الطب الفلاني، عندنا. بس انتوا اللي تطلبوا، احنا عايزين ايه؟ لاننا كلنا جينا وبنحاول نساعد. واخد بال حضرتك؟ وبنيجي لايام معينه. عن طريق منظومه الاتحاد. الاتحاد. ممكن تبقى هي دي الشانه مع وزاره الهجره. والجامعات الجديدة نقدر احنا نساعد ان احنا نبقى visiting professors. ليه؟ لان احنا دلوقتي عندنا وقت في ايدينا. صح. اكتر من الاول. خلاص حققنا نفسنا وكويس اقدر اجي. وحققت نفسك على جميع المستويات. صحيح. العلمية، المادية، الاسرية، وعلمت وعايز بقى اتعلم وتدفع، حاسس ان في رقبتك دين عايز ايه ترجعوا لمصر. ابيض على الكلمه، حلوه حلاوه.